السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تعجبكم هذه الخضوريه. واليوم جايه عندي واحد المتتبعه عزيزه عليا، مسكينه كتابع لي لي فيديو ديالي كاملين، متتبعه سميتها لبنى، وكنستافد منها بزاف لي غوسيط ديالها. وش بغيت نقول لكم، فرحانه بزاف لدرجه تلفت، ما عرفتش شنو غادي ندير. المهم ما تديوش عليا اليوم الفيديو، غتلقاو شويه مرتبك، لان فرحانه لا شي وحده ما كتعرفيهاش وصومات لك غادي نجي عندك بغيت نشوفك، هذيك هي الفرحه وما فيها. غادي نعاود لكم القصه ديال هاد السيده فين تلاقيت معها ان شاء الله في الفيديو ملي تجي ان شاء الله، غادي نشرح لكم فين تلاقيت معها. اول حاجه البنات وجدت هما هاد لي طاختوليت هادو، كنتمنى يكونوا زوينين ويعجبوها كذلك ومثال. ها هما زوقتهم بالكيوي. ثاني حاجه وجدتها هو البغرير للاكيد لا غوسيط ديالها، راني كنطيب او ميم طون كنصور لكم فيديو. ها هما بغريرات صغار. ثالث حاجه وجدتها هما هاد لي ميني بيتزا، ها هما غادي نعمرهم ان شاء الله بالبصله والطون وفخوماج. وثالث حاجه وجدتها هما لي كورنيك، لي كورنيك صايبتهم غير بلا بات فيتي، وهذا صايبتهم بلا بات فيتي. هادي هي ثالث حاجه. رابع حاجه وجدتها، وان شاء الله راه باقي غتشوفوا كلشي لي غوسيط لي غادي ندير، غادي تشوفوهم على لا فيديو. ودرت الملوي، درت الملويات الصغار، بغيت ندير لها هادشي شي تراديسيونيل مع شي حاجه هذا. وان شاء الله غادي تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وغادي تحضروا معايا وغادي تشوفوا الاجواء كيفاش غادي تكون بيناتنا. وجدتها كامله على حقها وطريقها، وان شاء الله كنتسنى المتتبعه ديالي تتوصلني، وبهكا غادي ندوزو نهار زوين وغنشارك معكم اكيد هادشي اللي غندوز معاها. وصافي المهم الطبله ديالي ها هي راه واجده، شويه دلو تخاك ضروري لان سي لا بروميير فوا باش نتلاقى مع شي متتبعه. انا نشارك معكم الطبيله، ساليت الشغل ديالي، ساليت كلشي، كنتسنى غير المتتبعه ان شاء الله والضيفه ديالي تجي. دابا راه ولينا خواتات وصافي. المهم هادشي اللي وجدت، درت لي كريب شوكولا ودرت البغرير. هنا بقى لي العسل، قلت زعما كندوب الزبده والعسل. درت هاد لي كورني، ها هما زوقتهم هكا. بيتزا درت هاد لي تخيك هادو، عمرت فيهم لي بونبون. وهذا هادو هي البنات الملاوي بريستيج، الا كانوا عاجبينكم وبغيتوهم ان شاء الله نديرهم لكم في فيديو، راه كيكونوا مشفشين سخونين. هما هادو الملاويات. درت لي بات بريزي، لي كورني درتهم هادو بالشوكولا، فيرميسيل ملونه، هادي شوكولا عاديه. صافي هنا تا هما بيتزات، هنا شويه ديال التمر والفواكه الجافه، وعاودت هنا البغرير والكريب. ايوا هادشي اللي درت، كنتمنى ان شاء الله المتتبعه ديالي ولا اختي ان شاء الله يعجبها الديكور وينال اعجابها. والطبيله ديال اتاي اللي ما كتخطانيش، وجدت هنا هادو ديال البخور هذا باش ان شاء الله نديرهم دابا مع الدروج. راني فرحانه بزاف اطلع ان شاء الله مع الدروج. صافي الطبيله ديالتي ها هي، ها هي واجده كتسنى غير الضياف. ايوا صافي ان شاء الله ملي تدخل غادي غادي ان شاء الله نصورها معكم. دي متتبعه ديالي اللي قلت لكم ها هي. السلام عليكم. لاباس عليكم؟ تبارك الله هذه على الشين ديالها، ما شاء الله ما شاء الله عليها الحقيقه والله العظيم، استقبال وحسن الضيافه ما شاء الله. تبارك الله كما قلت لكم البنات، راني فرحانه بزاف بزاف بزاف، فرحه ديالي ما تتصورش بان جات انتي لبنى، مرحبا بها. وخصنا نشكروا لبنى اللي سمعتنا في ذاك الصباح. لبنى هذه لبنى انا الاخرى لبنى مولات الغوب، كنشكروها بزاف 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 لان هي السبب باش معنا في داك الصوت ديال اش طيبتي وتعرفنا. والحمد لله لاشين ديالي حتى هما كيعرفوها بهذاك الجروب، والله شكرا بزاف للبنى، وكنشكر بزاف لبنى حبيباتي. واش غادي ندير؟ كبر بيك، شكرا بزاف والله. استقبلتني انا وزوج ديالي والاولاد ديالي زعما في الاستقبال، بالعكس والله انا والله دابا هي باقا شادني لو تخاك، والله الله يكبر بيك حبيباتي.
بنتي الحمد لله شكرا لك. ايوا البنات نخليكم ان شاء الله نمشي نديها شويه في ضيافيني تنسالي ان شاء الله نبارطاجي معكم.